مشاركتي في برنامج عرب ايدول ساعدت على انتشاري انا ككوثر براني كمطربه موهوبه، وساعدت ايضا على انتشار اغاني الخاصه بي اللي كنت سجلتها قبل البرنامج. شفت مجموعه ديال الناس كيتغناو بها وفرحت بزاف، لانه ملي كتشوف ناس في مختلف الاعمار، يعني دراري صغار وحتى يعني عيالات في مقتبل العمر، كيديو ولو مقطع صغير ولو ديك مكوش كوثر براني لما خليته يندم، فصافي بليزير. سجلتها ماشي الاغنيه الخاصه ديالي، هي اغنيه خاصه بتيتر المسلسل اللي يعني اللي ان شاء الله غيكون قريبا على القناه الاولى. بالنسبه لتحضير الاغنيه ديالي الجديده غيكون خلال رمضان، يعني التسجيل غيكون في استوديو خلال رمضان. هو دابا حاليا اللي تم تحضير الاغنيتين، لا سكوب عندك. اغنيه جوج اغاني مختلفين عن بعضياتهم تماما، يعني واحده مغربيه واحده بلهجه اخرى، و التفاصيل غنعطيهم ان شاء الله من يتم ديك البروميير، ديك الخدمه الاولى ديال هو اتصلوا بيا الشركه المنتجه وقالوا لي باللي كيعرضوا عليا غناء هذا التيتر هذا المسلسل. ما عرفتش عندي الحق اني نقول العنوان، لانه ابارامون في سي بروفيزوار ماشي ضروري يكون هو، لكن اللي نقول انه فيه نجوم مغاربه كبار جدا ونجوم كلاس ا كيف ما كنقولوا. لا بالعكس، كنشوف يعني ملي كيتم غناء تيتر مسلسل باصوات مختلفه، كل مره كنسمعوا فنان كيغني، بالعكس هذا كيعطي واحد القيمه زوينه للعمل، وايضا كيخلي يعني بعض الاحيان كنحبوا المسلسل بسبب التيتر ديالو، لانه شد انتباهنا وحبينا، سواء كان ريتميك ولا كان مثلا الصوت ديال الفنان شدنا. فمنافسه، لا انا عامه في الفن ما كنشوفش انه كاين منافسه، لانه هذه ماشي حلبه ديال القتال. هنا الفن حاجه اللي فيها فرح وفيها بهجه، وكتبغي انك تفرح نفسك وتفرح الناس، فبالعكس المنافسه انا كنشوفها خارج نطاق الفن تماما. الله يكون عندي حد اوفر في السنه القادمه، في الموسم القادم. صراحه ما تبعتش بزاف في هذا الموسم بحكم انه كان عندي سفر هنا وهناك، فما ما تفرجش. انا اصلا يعني كنحب اني نشاهد هذا الفستيفال ونشوف الفنانه ديالنا، بالاخص مغاربه، كيعجبني نتبعهم نسمع الاغاني ديالهم لايف، ونستمتع حتى انا مثل كل المغاربه. بعد عرفت باللي درت عليا، ما كنتش عارفه ديفا لطيفه رأفت كلامي فيها مجروح. احنا كنا كنعرفوها بانه كانت ولا زالت من رواد ديال الاغنيه المغربيه، وما شاء الله كيشوفوا بعد كل هذه المسيره اسمها ساطع، وما كاينش شي حد اللي ما كيعرفش فين لطيفه رأفت. صوتها جميل، باغانيها جميله، باناختها الدائمه وجمالها تبارك الله اللي خالد. فكنقول لها ان شاء الله دخلك صحتك، والله يخليك دائما معطاء في المجال الفني. يوم 24 دائما سباقين لتتبع كل الاحداث، كنشكرهم بزاف، و كنشكر المتتبعين كاملين وعلى وفائهم وعلى اخلاصهم لهذه الجريده.